السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الغر الميامين. ازيكم يا سنة تالتة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هناخد لسن 2 on unit 3، هناخد الدرس الثاني part 1 و part 2، هناخد الجزئين مع بعض، يعني الدرس كامل النهاردة ان شاء الله على الوحدة الثالثة. تعالوا بقى نبدأ نقول بسم الله ونشوف العنوان ايه. العنوان زي ما انتم شايفين reading and writing، قراية وكتابة. هناخد النهاردة حاجة اسمها like و don't like. like يعني يحب، و don't like يعني لا يحب، تمام؟ شايفين بقى الاموشنات بتعبر لي عن الشكل. like يبقى الاموشن حلو فرحان، اما don't like هيبقى sad حزين. طيب معنى كده يا مس ان انا بعد like بقى قالك لازم تجيب الفعل في ing، لازم بعد like بنحط الفعل في ing اللي احنا بندلعها ونقول عليها فتافيت السكر. خلاص بصوا هنا، هي هنا بتحب الرسم ومش بتحب الغنى، فلما اقول انا بحب الرسم هقول I like drawing. طيب لو انا مش بحب الغنى هقول I don't like singing، تمام؟ يبقى بعد like او don't like بختار الفعل في ing. بعد كده بيقول I like playing sports، بحب العب رياضة. هنا قال I don't like listening to music. اخر صورتين معانا جايب لنا اصحابنا دول وبيقول لي they like collecting magnets، تمام؟ يعني هما بيحبوا يجمعوا المغناطيس. هنا بيقول لي they don't like playing tennis. لما تلاقيهم فرحانين هتبقى like، مش فرحانين وزعلانين هتبقى don't like، تمام؟ طيب يبقى احنا كده مس like يعني يحب و don't like يعني لا يحب، بتيجي مع I و we و you و they مع الحاجة الجمع. خلاص بعد لايك ودونت لايك بتجيب الفعل في اي ان جي. هنا بقى بيقول لك ايه؟ كونكت سنتنس، هنربط الجمل ببعض. قال لك عشان تربط الجمل ببعض عندك حاجتين، حاجه اسمها اند وحاجه اسمها بات. اند عارفينها اللي هو حرف العطف الواو، واند بختارها لما الحاجه تكون متشابهه، لما الجملتين يبقوا شبه بعض، يعني هما الاثنين انا بحب الحاجه دي وبحب الحاجه دي، يبقى الحاجتين مثلا انت بتحبهم تبقى اند، الاثنين مش بتحبهم اند برضو، لما يبقوا الاثنين متفقين مع بعض. يعني عندك هنا لايك وهنا لايك يبقى اند، دونت لايك دونت لايك يبقى برضو اند، تمام؟ يعني هنا بيقول لك ايه؟ اي لايك تيكينج فوتوز، انا بحب التقط الصور، and I like listening to music، وكمان بحب استمع الى الموسيقى. فهمت كده؟ اهو قربت لكم الكاميرا. يبقى عندي هنا and بتجمع حاجتين متشابهتين، زي المثال ده بيقول I like drawing pictures، انا بحب الون الصور او ارسم الصور، and I like collecting magnets، وبحب كمان اجمع المغناطيس، تمام؟ يبقى عشان اربط الجملتين ببعض هختار and. طيب لو انا بقى عايزه في تناقض في الموضوع، حاجه بحبها وحاجه مش بحبها، قال لك هتاخد بط، تمام؟ بط يعني لكن. يبقى لو في حاجه انا بحبها وحاجه مش بحبها هتبقى لايك ودونت لايك، يبقى وانت مغمض كده تاخد بط. انا عندي هنا جملتين بيقول ايه؟ اي لايك دروينج بيكتشر، انا بحب ارسم صور، بط اي دونت لايك بلاينج سبورتس، لكن انا ما بحبش العب الرياضه. يبقى انا هنا عندي don't like حاجة ايه مختلفة، وعندي هنا like، يبقى هنا like و don't like يبقى على طول هتختار but، تمام؟ المثال التاني برضو بيقول I like singing a song، بحب اغني اغنية، but I don't like taking photos، لكن انا ما بحبش التقط صور. فهمنا الفرق ما بين الاتنين؟ تعالوا بقى نحل مع بعض. هنا يا ولاد في الصفحة دي بيقول لك هنا هنقرأ ونحط and او but، هتحط حرف العطف الواو او بط يعني لكن. لو الجملتين شبه بعض الاثنين فيهم لايك هتاخد اند، لو جمله فيها لايك والجمله الثانيه فيها دونت لايك يبقى وانت مغمض بط. تعال نشوف اول واحده بيقول لي ايه؟ اي لايك دروينج وكما وكاتب اي دونت لايك تيكينج فوتوز، هو طبعا محلول بس انا هشرحه لكم تاني. اي لايك هنا قال لايك وهنا قال دونت لايك، يبقى هنا حاجتين مختلفتين، يبقى انا هقول بط، تمام؟ طيب الجملة اللي جنبها بيقول I like taking photos، بحب التقط صور، I don't like singing a song، وما بحبش أغني أغنية، يبقى عندي هنا like وهنا don't like، يبقى الاتنين عكس بعض، يبقى هاخد but. هنا بقى الصورة دي بيقول
I don't like collecting magnets. ما بحبش أجمع المغناطيس. I like playing sports. بحب ألعب رياضة. يبقى دي عندك هنا like وعندك هنا don't like. الاتنين برضو عكس بعض، يبقى هتاخد هنا but. طيب الصورة اللي جنبها بيقول I like listening to pop music. بحب أستمع الموسيقى البوب. I like playing sports وبحب ألعب رياضة. طب أنا عندي هنا like وهنا like، يبقى الاتنين شبه بعض، يبقى ناخد and. طيب الصورة الثالثة بيقول I like collecting magnets. I like drawing pictures. يا مستر ده احنا عندنا like و like، هتبقى and، أدام الاتنين شبه بعض. الصورة الأخيرة بيقول I like playing sports. I don't like singing a song. هنا like وعندي هنا don't like، هتبقى but عشان الاتنين مختلفين، واحدة مختلفة واحدة بيحبها واحدة مش بيحبها، يبقى but على طول. تعالوا نشوف الصفحة اللي بعدها. هنا سنة تالتة جايب بيقولي art light and dark colors، اللي هو الدرس التاني part 2 الجزء التاني. هناخد الألوان الفاتحة والغامقة. يا مس ما احنا الألوان خدناها قبل كده. خدناها، بس هنضيف قبلها كلمتين، يا كلمة light يا كلمة dark. تمام، كلمة light يعني فاتح ودارك يعني غامق. كاتب لي هو هنا الدار اللايت، الحاجة احنا خدنا light يعني خفيف او light يعني ضوء. المرة دي هنختار هيبقى معناها فاتح، light يعني اللون الفاتح، اما الدارك اللي هو الغامق. طيب هي نفس الالوان اللي من فوق، هي من تحت، ما عدا بس الجراي والبلاك. بعد كده نفس الالوان من فوق، هنا برتقالي فاتح وهنا برتقالي غامق. تمام، اخضر غامق، هتلاقوا فوق اخضر فاتح. فهنقرا دول مع بعض وبعدين ننزل اللي تحت. عندي هنا الرمادي الفاتح اسمه light gray، يبقى انا بحط كلمة light او dark قبل اللون يا ولاد، قبل اللون. عندي هنا light gray، light gray رمادي فاتح. بعد كده light orange، light orange، وقلنا كلمة light الجي مع الاتش في نص الكلام ما ننطقهمش silent. تمام، يبقى light orange يعني برتقاني فاتح. light green، light green اخضر فاتح، light green. هنا light pink، light pink وردي فاتح. light blue، light blue أزرق فاتح. الأصفر الفاتح اسمه light yellow، light yellow. عندي بعد كده الأخضر الغامق، الأصفر الغامق معلش dark yellow، dark yellow. بعد كده الأزرق الغامق dark blue، dark blue. الورد الغامق اسمه dark pink، dark pink. الأخضر الغامق dark green، dark green. البرتقاني الغامق dark orange، dark orange. وآخر حاجة الأسود black. تمام كده، يبقى أنت هتحفظ اللون مرة واحدة بس، ونفس اللون هتحط قبله كلمة light، وهو اللون برضه هتحط قبله dark، مرة تقول فاتح ومرة تقول غامق. تمام. طيب لو عايز بقى اسال عن اللون يا مس هستخدم ايه؟ قال لك لو انت هتسال عن لون حاجه هتقول what color is it، what color is it، احفظها. ما لون هذا حاجه غير عقلي يعني، هتقول what color is it، اربع كلمات اهو. لما نيجي نجاوب قال لك تشطب على what و color وتعكس للكلمتين دول، بدل ما هي is it هتبقى it is اللي هي its، وتقول اللون. لما اقول لك what color is it تقول لي its مثلا light yellow، مش عارفة بلو، دارك بلو، لايت بلو، اي حاجة. فهو جايب السبايدر وبيقول what color is the spider، ايه هو لون السبايدر العنكبوت؟ فقالت له it's black، it's black يعني انه اسود. تمام كده، عايزاكم تعملوا بقى اجابات واسئلة على اللون وتجاوبوا عليها. لو هتشاور مثلا على لون البرتقانة وتقول له what color is it، البرتقانة لونها orange فهتقول it's orange. تمام، انه برتقالي. فهمت كده الالوان؟ ما ناخدش قبلها لا ايه ولا ان ولا ذا. طيب هنا بقى عندي بيقول لي الاكتيفيتي، هنا بيقول لي هتلون، جايب هنا الساعه وبيقول لك لونها لي بالدارك جرين الاخضر الغامق، والفستان دارك بينك اللي هو الوردي الغامق، والكره دي بالريد الاحمر، واللي هو النشان ده والميداليه دي باللايت اورنج البرتقاني الفاتح. تمام، لونها انت بقى بالالوان بتاعتك. نقلب الصفحه بقى ونحل مع بعض اكتيفيتي على يونت على لسن 2. اول حاجه كده بيقول لك ماتش توصيل
هنا بيقول لي it's dark يبقى كده هنجيب وراها لون. طيب هنا I like أنا بحب يبقى وراها حاجة فيها ing. they don't like يبقى وراها like على طول. what color is it؟ سهلة جدا. لو جينا بصينا هنا is it، الله طب ما احنا واخدين what color is it، غنيها what color is it، what color is it، يبقى هنا هنكتب 4. تمام. طب كلمة drinks يشرب هتمشي مع حاجة؟ لا. طب like singing ما احنا واخدين هنا زي don't like يبقى هنكتب هنا 3. playing football احنا مش قلنا بعد like بنحط الحاجة فيها ing يبقى هنا miss هنكتب 2. وهنا blue الأزرق يبقى it's dark blue يعني لونه أزرق غامق. هنا بقى جايب 4 كلمات و4 صور وعندي كلمة light يعني فاتح و don't like لا يحب و like يحب و dark يعني غامق. هنا مس بيقول لي ايه هو هنا بيضحك يبقى فرحان يبقى like ولا don't like؟ هتبقى طبعا like. تمام واشطب على like. هنا زعلان ما بيحبش الايس كريم يبقى don't، بنكتب لايك تحت عادي يبقى اشطب عليها هنا. طيب بعد كده بيقول لي اتس نوت جرين، اللون ده ايه؟ فاتح يبقى لايت جرين. بعد كده هنا اللون الازرق الغامق يبقى اتس دارك بلو الازرق الغامق. هنا بقى بيقول لك حط سيركل، هنضع دائره على اللون الصحيح. هنا جايب لي اللون الرمادي وبيقول بلاك بلاك ولا جراي؟ بلاك ولا جراي؟ طبعا الرمادي جراي. هنا بقى لايت يلو ولا لايت ريد؟ الاصفر الفاتح ولا الاحمر الفاتح؟ طبعا ده اصفر يلو. تمام كده خلاص كده سنه ثالثه. الدرس الثاني في الوحده الثالثه خلص ان شاء الله. برضو بكره باذن الله هنزل لكم الدرس الثالث، الجزء الاول والجزء الثاني على طول مع بعض. تمام. احفظوا بقى الكلمات اللي احنا خدناها لايك ودونت لايك، ومعاكم الالوان الفاتحه والغامقه دول كلهم معانا حفظ. والفرق ما بين اند وبات سهلين جدا، لو لقيت لايك ولايك يبقى اند، لو لقيت لايك ودونت لايك تبقى بات. خلاص كده خليكم بقى معايا في الدرس بتاع بكره ان شاء الله، لان في الساعات والساعات واقفه مع ناس كتير وفي ناس كتير مش بتحبها. هنقولها بطريقه سهله وبسيطه بكره ان شاء الرحمن. فانتظروا بقى الفيديو بتاع بكره واشوفكم على خير في فيديو جديد. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.